يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة فيها العديد والعديد من الأخبار المتنوعة في مختلف الأصعدة، سواء محليا أو عالميا، وبالتحديد كل ما يهم جمهور النادي الأهلي، وبالطبع أخبار نادينا الحبيب النادي الأهلي. وعندنا تفاصيل كتير جدا، خصوصا أن الأحداث كتير النهاردة في القلعة الحمراء، فالتفاصيل هتكون على مدار حلقة مليئة ببعض الأمور الهامة جدا. كمان سؤال حلقتنا النهاردة هو هيكون عبارة عن رسالة، مش سؤال، بننتظر من حضراتكم تفاعلكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، ورسالة حضراتكم لبيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي قبل مرحلة غاية في الأهمية، المرحلة المقبلة بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. وهنشوف تفاعل حضراتكم في الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم. البداية دايما بتكون بأهم العناوين، نروح نشوفها. في ترند الأهلي، الأهلي يقدم موسيماني في مؤتمر صحفي. لسه في ترند الأهلي، رئيس جنوب أفريقيا يشيد بالأهلي ويتمنى التوفيق لموسيماني. أما في الترند العالمي، إصابة ساديو ماني بكورونا تربك حسابات ليفربول. سريعا أقول لحضراتكم أهم المباريات في مختلف الدوريات حول العالم. نبتدي بالدوري المصري. النهاردة نادي مصر بيلعب إنبي في هذه اللحظات، والتعادل الإيجابي 1-1. مباراة أخرى هتكون الساعة 5:30 مساء بعد شوية ما بين وادي دجلة وأسوان، وأيضا مباراة هتكون مهمة جدا ما بين مصر المقصة وبيراميدز في السهرة النهاردة الساعة 8:30 مساء. في الدوري الإنجليزي في بعض المباريات في الجولة الرابعة من هذه البطولة اللي بيتابعها عدد كبير جدا من جماهير في العالم كله. تشيلسي كسب 4-0 كريستال بالاس في مباراة انطلقت الساعة 1:30 ظهرا. كمان إيفرتون بيلعب في هذه اللحظات مع فريق برايتون ومتقدم 2-1، أهداف ياري مينا وكيلفرت لوين، وبرايتون كان جاب موباي هداف الفريق الهدف الوحيد ليهم. الساعة 6:30 مباراة ليدز يونايتد ومانشستر سيتي، مباراة هتكون مهمة وقوية جدا، خصوصا في تواجد مارسيلو بيلسا المدير الفني ليدز يونايتد الملهم لجوارديولا طبعا المدير الفني لمانشستر سيتي. ومباراة هتكون بالليل الساعة 9 ما بين نيوكاسل وبيرنلي في الدوري الإنجليزي. الدوري الأسباني، بلد الوليد لعب مباراة مع إيبار، انتهت بفوز إيبار 2-1، والساعة 4 ابتدت مباراة أتلتيكو مدريد مع فياريال وتعادل السلبي 0-0. الساعة 6:30 مباراتين، ريال سوسيداد مع ختافي وإليتشي مع هويسكا، والساعة 9 بالليل ريال بيتيس مع فالنسيا. الدوري الإيطالي في عدد مباريات كمان، ساسولو فاز على كروتوني 4-1 في أولى مباريات الجولة، وجنوا الإيطالي بيلعب تورينو الساعة 6 مساء. والمباراة الأخيرة النهاردة في الدوري الإيطالي هتكون ما بين أودونيزي ومشاهد السبت والحد في الدوريات الأوروبية المختلفة. عندنا تفاصيل كتير جدا هتكون بعد الفاصل، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا خلاص كلنا تابعنا وعرفنا المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، وهو مستر بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب افريقي للفريق الاول لكره القدم خلال المرحله الهامه جدا المقبله. لكن دايما احنا بنحاول نعيش حضراتكم في الكواليس بخصوص هذا التعاقد وايه اللي حصل والتفاصيل كانت ماشيه ازاي على مدار الفتره اللي فاتت، في ظل الكلام الكتير اللي كان حوالين الفريق وكان حوالين طبعا مستر ريني فايلر المدير الفني السابق للنادي الاهلي. اللي حصل كالاتي، يعني كان واضح جدا عند المسؤولين في النادي الاهلي عن الكره، كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط للكره، توجهات وتلميحات مستر ريني فايلر برغبته في عدم الاستمرار مع النادي الاهلي بداية من الشهر الجديد شهر 10 طبقا لبنود التعاقد، واللي كانت فيها بعض البنود اللي بتنص على ان المدير الفني او النادي ليه الحق انه يفسخ التعاقد في توقيت ما. بالتالي بمجرد الشعور ده لما وصل للمسؤولين في النادي الاهلي، فكابتن محمود الخطيب على طول كلف لجنه التخطيط للكره، الكلام ده من حوالي اكتر من 10 ايام تحديدا، كلف لجنه التخطيط للكره بالبحث عن مدير فني جديد للنادي الاهلي. وكان كل ده طبقا للمعطيات اللي قدامك، يعني المعطيات كانت بتقول لك ان الراجل مستر فايلر وله كل التقدير في الحقيقه، وكان مدير فني مميز،
بيرغب في عدم الاستمرار، يعني التصريحات وتلميحاته كلها كانت واضحه كده. فالاهلي ما ضيعش وقت لانه عارف ان هو مقبل على تحديات مهمه قوي، بالتحديد التحدي الافريقي وهو تحدي هام واساسي ورئيسي بالنسبه للاهلي وجمهوره بالطبع. فبالتالي كابتن محمود الخطيب كلف لجنه التخطيط للكره بالبحث عن مدير فني. بالفعل جه عدد من السير الذاتيه لبعض المدربين في بمختلف الجنسيات حول العالم، وتم دراسه هذه السير الذاتيه. لكن في جزئيه مهمه بقى بخصوص موسيماني بالتحديد في الجزئيه دي، واحد الاصدقاء المقربين جدا من الكابتن محمود الخطيب عرض اسم رئيس النادي الاهلي. فالكابتن محمود يعني اعجب بالفكره جدا، خصوصا ان هو كان تابع الراجل في اكتر من مناسبه، سواء مباراتي السنه اللي فاتت او مباراتي السنه دي امام سان داونز. فبالتالي قال ما فيش مشكله، موسيماني مدرب كويس، لكن كان في شرط مهم قوي 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 عند الكابتن محمود الخطيب، ويوريك ازاي الاحترام بيكون موجود والتعامل بيكون موجود. الشرط كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن ان الكابتن محمود الخطيب اشترط قبل البدء في التفاوض مع مستر بيتسو موسيماني ان هو يحصل على موافقه رئيس فريق سان داونز، ان هو قال انا مش هفتح ملف التفاوض مع الراجل، احنا معجبين بيه ومدرب مميز وكل حاجه، بس مش هنبتدي في الكلام معاه غير لما ناخد الاذن والموافقه من رئيس نادي سان داونز، وخصوصا ان بيتسو موسيماني كان مرتبط بتعاقد مع فريق سان داونز. وبالفعل مشيت الخطوات والاجراءات في الاتجاه ده، تم الحصول على موافقه رئيس سان داونز، ومن ثم تم البدء في التفاوض مع مستر بيتسو موسيماني من حوالي بالظبط اسبوع قبل دلوقتي او 6 ايام تحديدا. المفاوضات ما خدتش يعني تفاصيل كتير او وقت كبير، خصوصا ان موسيماني كان عنده رغبه كبيره جدا جدا ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي، والراجل كان قال ان هو هيعرف يقنع المسؤولين في سان داونز، وهم طبعا كانوا متمسكين بيه لابعد درجه. لكن الشرط بس الحته بتاعت الكابتن محمود الخطيب دي مهمه جدا بالنسبه لي، وبتدل على احترام النادي الاهلي. هكذا يكون الاحترام، هكذا تكون اسلوب المفاوضات، القرارات اللي بتتاخد، لان انت بتفكر في مصلحتك وعايز مدير فني يكون اضافه بالنسبه لك، لكن في نفس الوقت لما المدير الفني بقى ده او اللاعب يكون مرتبط بتعاقد مع النادي، لازم بيتم احترام كل هذه الامور التعاقديه، ودي سمه اساسيه عند النادي الاهلي. والامور مشيت لحد ما حضراتكم شفتوا كده بتواجد بيتسو موسيماني في النادي الاهلي كمدير فني، وفي حاله من التفاؤل واضحه جدا سواء عند الجماهير او عند المسؤولين في النادي. الامر بس اللي حابين نتكلم فيه شويه هو الناس بتتكلم على جنسيه المدرب، والناس بتتكلم على ان ازاي الاهلي يجيب مدرب من جنوب افريقيا وكلام من ده. الكلام ده مش في الاحتراف دلوقتي يا جماعه. انت مثلا دلوقتي لما هتيجي تتكلم على بعض اللعيبه الافارقه، هم مش بعض، دول كتير جدا جدا بيحترفوا في الخارج. ليه؟ بيلعبوا بره عشان امكانياتهم، عشان فنياتهم العاليه، وبيتالقوا بيبقوا من افضل اللاعبين في العالم في الحقيقه. فنفس الامر بالنسبه لمدير فني موهوب مستر بيتسو موسيماني، واضح جدا موهبته من خلال ادارته الفنيه لفريق سان داونز على مدار 8 سنوات تقريبا، ماشي بشكل اكثر من رائع معاهم، حقق بطولات كتير، نص البطولات المحليه كمان هناك بالنسبه لهم هو حققها بالنسبه لفريق سان داونز، واخدين 10 دوري هو لوحده جايب لهم 5، بخلاف البطولات الاخرى يعني المحليه والبطوله الافريقيه جابها لهم في 2016 اول مره في تاريخ فريق سان داونز، يعني سي في محترم. فالكلام على جنسيه الراجل ده امر غير واقعي وغير احترافي بالمره. راجل موهوب كمدير فني، ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق، وكلنا في ظهره وكلنا هنحميه. طبعا هو معرض للانتقاد الفني فقط، لكن فيما عدا ذلك اي انتقادات اخرى او اي امور اخرى ليس لها محل من الاعراب هنتصدى ليها بكل قوه، لان ده المدير الفني للنادي الاهلي، ونتمنى ان التجربه تنجح كتجربه جديده. حصلت قبل كده ان قصة جاب ايمانويل امونيكي ما قعدش ماتش ولا ماتشين ولا حاجه، لكن لما يبقى اسم كبير بحجم اسم النادي الاهلي يتعاقد مع مدير فني من جنوب افريقيا، فده امر لازم نقف عنده جامد جدا. ما بالك كمان لما يكون اللي وقف عند الامر ده رئيس دوله جنوب افريقيا، واللي كان ليه تصريحات مهمه جدا، وتصريحاته ان دلت تدل على حجم وقيمه هذا الانتقال او هذا التعاقد في دوله كبيره زي جنوب افريقيا وفي القاره بشكل عام، لان كل الصحف وكل المواقع وكل
الصفحات على السوشيال ميديا اتكلمت في الجزئيه دي تحديدا في القاره الافريقيه، وهنتناول كل هذه الامور مع حضراتكم على مدار حلقه اليوم. لكن تصريحات رئيس جمهوريه جنوب افريقيا سيريال رامافوزا تصريحات مهمه جدا، اللي بيتكلم ان هو سنفتقد بيتسو موسيماني كقوه في كره القدم في جنوب افريقيا، ولكن تعيينه من قبل الرائد في قارتنا يعزز اواصر الصداقه بين البلدين. انه ايضا اعتراف بالموهبه والقدرات الموجوده داخل قارتنا. اتمنى لبيتسو وفريقه التوفيق وهم يرفعون رايتنا ورايه كره القدم الافريقيه مع نادي يفتخر بنجاحه جميع الافارقه. واضح جدا قيمه النادي الاهلي عند رئيس دوله جنوب افريقيا، واضح جدا ان هم مدركين مدى اهميه هذا الانتقال وهذا التعاقد بتواجد مستر بيتسو موسيماني كمدير فني جديد لاكبر نادي في القاره الافريقيه ونادي القرن في افريقيا هو النادي الاهلي. وبالمناسبه تعاقد النادي الاهلي مع موسيماني بخلاف انه طبعا تعاقد من الجانب الفني وبخلاف الاقتناع التام عند المسؤولين في النادي الاهلي بتعاقد مع هذا المدرب في هذا التوقيت، وهو في الحقيقه اختيار واقعي جدا جدا من قبل المسؤولين في النادي الاهلي، لكن ليه ابعاد اخرى، ابعاد مهمه جدا، ويعني اهمها توطيد العلاقات ما بين مصر والدول الافريقيه وابرزها طبعا دوله جنوب افريقيا. ودي التصرفات المطلوبه واللي دايما بتكون موجوده من مؤسسه كبيره جدا جدا زي مؤسسه النادي الاهلي، داعمه دائما وابدا لتوجهات الدوله بخلاف طبعا الشق الفني، وده بيبقى الاولويه والاساس طبعا بالنسبه في مثل هذه الامور التعاقديه. فوجب الاشاده في الحقيقه بهذا القرار من قبل المسؤولين في النادي الاهلي اللي كان عندهم حوالي في الاخر صفوا على 6 سي في محترمين جدا جدا، لكن الاوقع كان التعاقد مع بيتسو موسيماني كقناعه تامه بامكانياته وباسلوب لعبه، وده امر مهم جدا وكاضافه هتكون لشكل النادي الاهلي خلال المرحله المقبله والمراحل القادمه كمان، مش بس اللي جاي، اللي جاي عندك طول دوري ابطال افريقيا، لكن انت كمان عامل مشروع مع الراجل ده بدليل التعاقد لمده سنتين. فباذن الله نتمنى له كل التوفيق والنجاح مع النادي الاهلي، منتظرين منه الكثير. مش معنى ان التعاقد سنتين وان في مشروع وكلام من ده ان مش ضمن اولويات النادي الاهلي الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، لا طبعا امر مهم جدا الفوز بالبطوله واولويه عند مستر بيتسو موسيماني وعند جمهور النادي الاهلي والمسؤولين بالطبع في ظل المنافسه اللي هتكون قويه وصعبه بكل تاكيد مع الرجاء والوداد والزمالك. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي بعد هذه الخطوه المهمه والمميزه جدا، وهنفضل في ظهر النادي لحد لما يتحقق المراد بالفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله. دي كانت بعض التفاصيل اللي حبينا نحط حضراتكم فيها في الصوره عشان كل الامور تبقى واضحه لحضراتكم. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه النهارده. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي بترند الاهلي ونشوف الكلام حول النادي الاهلي كان عن ايه في مختلف صفحات السوشيال ميديا، ونبتدي بصفحه النادي الاهلي الرسميه على تويتر، واللي بيتكلموا في ان دي هتكون انطلاقه جديده بالنسبه للجهاز فني جديد بيقود الفريق خلال المرحله المقبله. اكيد نتمنى لهم كل التوفيق باذن الله تعالى. خلينا نروح لحساب فار بوست الجنوب افريقي على تويتر، نشر تصريحات لسيريل رامافوزا رئيس جنوب افريقيا، واتكلمنا في التصريحات دي مع بدايه الحلقه، لكن امر يثمن ومهم جدا جدا في الحقيقه. وبيهني طبعا موسيماني بهذه الخطوه الجديده، وبيتكلم على اننا سنفتقد بيتسو كقوه في كره القدم في جنوب افريقيا، لكن تعيينه من قبل النادي الرائد في قارتنا يعزز الصداقه بين البلدين. الكلام وابعاد مهمه جدا طبعا من وراء هذا التعاقد. خلينا نروح للمهندس هاني ابو ريده اللي ليه تصريحات مهمه جدا وبيعلق تحديدا على تصريحات رئيس جنوب افريقيا، واللي بيتكلم على ان كلمات ثمينه من فخامه رئيس دوله جنوب افريقيا، وقال كره القدم كانت وما زالت احد اهم الروابط بين شعوب القاره، وقد حان الوقت لجعل الامر اكثر جديه بتبادل المواهب والكفاءات داخل قاراتنا الافريقيه. كمان المهندس هاني ابو ريده بيتكلم عن رايه في اختيار بيتسو موسيماني، وكتب قال ان انا سعدت جدا بخبر تولي السيد بيتسو موسيماني القياده الفنيه للعملاق الافريقي النادي الاهلي، واثمن واشجع مثل
تلك الخطوات، وأتمنى من الأندية والمنتخبات الأفريقية أن تمشي على نفس الخطى وتعطي الفرصة للمدربين واللاعبين من داخل القارة. وقفت وسأقف دائما مع كرة القدم الأفريقية. دي تصريحات المهندس هاني أبو ريدة، طبعا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وأمر وكلام مهم جدا. الحساب الرسمي لموقع كيك أوف، طبعا ده أحد أكبر المواقع في جنوب أفريقيا، بيتكلم على تويتر وقال إن تلقي بيتسو موسيماني أو تلقى ترحيبا تحديدا ملكيا في نادي القرن، حيث وقع عقد لمدة عامين ونشروا صورة أو صور لجولاته داخل النادي الأهلي. هي اللقطات اللي حضراتكم شايفينها، والراجل بيشير لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكأس اللي بنتمنى بإذن الله إن هي تكون موجودة في النادي الأهلي هذا الموسم من خلال المباريات المهمة جدا المقبلة، بداية من مباراتي الوداد اللي بإذن الله يكون موفق فيهم المدير الفني الجديد وأيضا اللاعبين. لسه مكملين مع حضراتكم وردود أفعال عالمية وإفريقية تحديدا عقب تولي موسيماني تدريب النادي الأهلي، وده حساب أفريكان سوكر أبديتس واللي بيتكلم على تويتر ونوهوا لتقديم بيتسو موسيماني رسميا في النادي الأهلي بعد المؤتمر الصحفي اللي عقد صباح اليوم أو ظهر اليوم تحديدا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طيب خلينا كمان نروح ل حساب الرسمي لسوكر لادوما، ده أحد أيضا المواقع الأفريقية واللي بيتكلم من خلال تويتر وقالوا إن قضى بيتسو موسيماني يومه الأول مع الفريق وقاد أول تدريب له في الأهلي يوم الجمعة. عجبني أول حماس اللي عند مستر بيتسو موسيماني فور توليه المسؤولية، الوقت كان ضيق جدا، وصل امبارح الصبح راح النادي اجتمع مع الكابتن محمود الخطيب، نزل التدريبات على طول، نشاط مهم جدا وواضح حالة السعادة اللي يعني عنده خلال المرحلة الحالية ومدى تشوقه لإدارة النادي الأهلي في أول مباراة إن شاء الله هتكون أمام المقاولون العرب بكرة في بطولة الدوري الممتاز. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي دي لقطات من تدريب النادي الأهلي في هذه اللحظات، التدريب الأخير اللي بيستعد من خلاله. طيب ده كان امبارح، ده كان أول تدريبة لمستر بيتسو موسيماني، مش تدريبات هذه اللحظات. تدريبات هذه اللحظات هيتم الإعلان بعديها مباشرة، القائمة الخاصة بمباراة الغد، وبعد قليل التدريبات تقريبا هتبتدي أو شبه ابتدت وقربت تخلص كمان. في كل الأحوال نتمنى كل التوفيق للفريق وللجهاز الفني الجديد. خلينا نروح لحساب ساوث أفريكا بريكنج نيوز واللي بيتكلم عن تصريح لبيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي لتقديمه، قال أن أعرف المكان أو أعرف المكان اللي أنا فيه وأنه يفهم جيدا حجم المهمة التي يتولاها الآن. هو مدرك مدى قيمة النادي الأهلي وكل هذه الأمور معروفة بالنسبة للمدير الفني مستر بيتسو موسيماني، وعارف مدى المسؤولية اللي على عاتقه خلال المرحلة المقبلة، عارف طموحات الجماهير، عارف تمنياتهم وأحلامهم، وإن شاء الله هيسعى بكل قوة لتحقيق كل هذه الأمور. طيب خلينا نروح لحساب سوكر زيلا على تويتر واللي بيتكلم عن أمر مهم جدا في بخصوص طبعا تولي مستر بيتسو موسيماني، ويعني بيتكلموا على ان مواعيد مباريات الاهلي وعرضوا مواعيد مباريات الاهلي خلال المرحله المقبله، بدايه من مباراه المقاولين ثم انبي ثم بيراميدز، وبعد كده تخش بقى على التحدي الافريقي مع الوداد في مباراتين، وبعد كده ترجع تلعب المباراه الاخيره في بطوله الدوري امام فريق طلائع الجيش. وهيبقى الاهتمام كبير جدا على مدار الفتره اللي جايه من قبل القاره الأفريقية والمواقع والصحف الكبيرة في أفريقيا بمسيرة مستر بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي. طيب خلينا نقرب من الصورة بشكل أكبر ونروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي المتواجد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة واللي بيتابع التدريبات في هذه اللحظات. يا شريف أهلا بيك.
اهلا بيك، تحياتي ليك زميلي امير ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يا رب باذن الله يكون بكره او تكون بكره مباراه الاهلي ومقرون العرب على استاد القاهره في 8 مساء 3 نقاط جداد يضافوا الى رصيد النادي الاهلي علشان خاطر يعمل ارقام قاسيه كالعاده في الفترات الاخيره مع النادي الاهلي باذن الله. شريف، كيف كانت الاجواء في مران الاهلي الثاني تحت قياده مستر بيتسو موسيماني؟ قول لنا التفاصيل. يمكن الجديد ان دلوقتي اتكلم دلوقتي في بقى لنا حوالي ساعه الا 5 دقائق بالظبط، يمكن من خلفي لاعبي النادي الاهلي من الساعه 4:30 يمكن كانوا في قاعه المحاضرات مع مستر طبعا موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الاهلي ومحاضره فيديو للاعبي النادي الاهلي ومحاضره واتكلم فيها مع اللعيبه، يمكن بدات 4:30 يمكن حالا لسه من خلفي بداوا او بدا لاعبي النادي الاهلي ينزلوا الى ارض ملعب التتش، يمكن بتتكلم في ساعه يمكن الراجل بيتكلم مع لاعبي النادي الاهلي عرفهم طبعا على نقاط القوة والضعف مع فريق المقاولون العرب واتكلم يمكن في أول المحاضرة قبل الفيديو عن سيستمه الفترة القادمة مع النادي الأهلي، بدأ يقرب أكتر مع لاعبي النادي الأهلي يعرفهم أسلوبه ويعرفهم الفترات القادمة ممكن يبقى الشكل بتاعه في المعاملة عامل إزاي، بيحاول يوصل لاعبي النادي الأهلي كل اللي الراجل محتاجه في الفترات المقبلة اللي هجتهد في التمرين هيكون لي تواجد معايا في المباريات، لازم التمرين تقدم نفس قوة المباريات، كل دي لغة الكورة على فكرة عشان ما حدش برضه يقول احنا ما كناش معاهم جوه في المحاضرة، بس دي لغة الكورة، كل مدير فني بيبقى عاوز فكره اللعيب يعرفه أكتر بسرعة، كل مدير فني بيبقى عاوز الجمل اللي يحفظها في التمارين تلاقيها تاني يوم في المباريات، يمكن أي مدير فني طبعًا بيبقى المدرسة دي بالنسبة له حاجة أساسية، فأنا بقول لك النهاردة لما نقعد ساعة في محاضرة لا الراجل بيعرفهم أسلوبه، بيعرفهم الشغل بتاعه بيعمل إزاي الفترات المقبلة، وفي آخر محاضرة كان في جزء كبير لفريق المورين العرب طبعًا عشان يتعرفوا على نقاط القوة نقاط الضعف، ويمكن التمرين هيبدا دلوقتي، يمكن العشاء كان المفروض 7:30 هيتاخر شويه هيبقى بس الساعه 8 مساء في فندق الاقامه اللي هيكون في التجمع الخامس طبعا تباعا بقى بكره بمرورا بيوم النادي الاهلي. عندنا غيابات كتيره، عندنا مشكله في المدافعين في السردباكات، عندنا مشكله في الباك ليفت الراجل هيحلها ازاي هنشوف النهارده في تمرين، والناس كلها بتقول التمرين مغلق، لا خالص التمرين النهارده مفتوح لكل اعضاء النادي الاهلي، وامبارح برده التمرين كان مفتوح لكل اعضاء النادي الاهلي، ويبدو ان الراجل لسه مش هيقفل التمرينات دلوقتي، يمكن عاوز يقرب اكتر من اعضاء النادي الاهلي، عاوز يقرب اكتر من جماهير النادي الاهلي، فراجل ذكي بيتعامل كويس مع الجماهير، بيتعامل كويس مع الاعضاء، بيبقى حريص حتى في وجوده النهارده او في دخوله النهارده، كنت حريص اشوف الراجل بيعمل ايه مع اعضاء النادي ومع كل واحد بيطلب يتصور معاه، الراجل كان بيقف في كل تواضع ويتصور ما بيقولش لحد لا، حتى لو العدد زاد عن 20 30 واحد ما بيزهقش بيقف يتصور مع الناس ما بيحرجش حد خالص، يا رب باذن الله يكون موفق مع لاعبي النادي الاهلي وتكون البطولات او بطوله افريقيا بالتحديد هي اول بطوله لي مع النادي الاهلي، زي ما قلت لك التمرين هيبدا الان هيستمر حوالي ساعه وربع بكتير، النهارده تمرين خفيف عشان طبعا ليله مباراه الاهلي ومورينا العرب، وباذن الله بكره الاهلي يكون موفق ويحصد 3 نقاط جداد تضافوا الى رصيده. معاك زميل امير لو في اي استفسار. عايز اتكلم معاك يا شيف بخصوص الاصابات والغيابات عن النادي الاهلي في مباراه الغد ومدى اهميه هذه المباراه بالنسبه لمستر موسيماني قبل الفتره اللي جايه المهمه جدا، وهو اكيد مدرك طبعا ان اهم المباريات واهم التحديات هو التحدي الافريقي ومباراتي الوداد، كيف سيستعد لهذه المباريات من خلال مباراة الغد، وطبعا بالإضافة لسؤال الغيابات يا شريف. طبعا بلغه الكره زميل امير خليني اقول لك يمكن مدير فني لسه جاي بيقود تاني تمرين النهارده وعنده مباراه بكره، من الصعب تحكم او يشيل نتيجه المباراه اذا كان الفوز او اذا كان لا قدر الله في اي حاجه تانية غير الفوز، ولكن الراجل بيجتهد، الراجل هيحاول يوصل فكره في اقل يعني في مده بسيطه جدا للعيبه، اللعيبه تتقبل فكره في يومين ثلاثه، بلغه الكره صعب، ولكن هو هيحاول عنده غيابات كتيره جدا، عنده مشكله في السردباكات، عنده مشكله في الباك ليفت، هيتفاداها ازاي؟ المباراه اللي فاتت كان حمدي فتحي بنشوفه في مركز جديد او مركز السيرد باك، طب النهارده او بكره ممكن نشوف محمد هاني في مركز السيرد باك ونشوف في الباك رايت مثلا احمد فتحي او العكس، ممكن نلاقي حمدي فتحي تاني في وسط الملعب، طب انت عندك ايمن اشرف هيلعب باك ليفت ولا هيلعب سيرد باك، هيلعب محمد شكري الواعد يمكن الناشئ طبعا الصاعد اللي بيجتهد وبيأدي او بيظهر بشكل مبشر جدا مع النادي الاهلي
الاهلي ومع فريق النادي الاهلي ممكن يكون ليه بكره تواجد في مركز الباك ليفت. هنشوف النهارده كل ده هيبان في التمرين النهارده اللي هيكون الان. يمكن النهارده الراجل من خلف لاعبي النادي الاهلي هيتكلم معاهم دلوقتي ويبدا بقى يشوف التكتيك اللي هيلعب بيه بكره، يشوف التقسيم اللي هيلعب بيها بكره باذن الله. الغيابات كتير ولكن الاهلي بما انحضر، واحنا اتعودنا والنادي الاهلي عودنا الفترات الاخيره اي لعيب بيلعب للنادي الاهلي ويلبس تيشيرت النادي الاهلي اذا كان ناشئ او اذا كان لعيب كبير بيأدي وبيجتهد وبيحاول يثبت نفسه طبعا لكل جماهير النادي الاهلي. باذن الله الغيابات مش هتاثر خالص على فريق النادي الاهلي. جيراردو النهارده كان جايب حقيبته ويمكن خلاص بيستعد الى السفر عشان ينضم الى منتخب انجولا. فبقول لك الغيابات حدث ولا حرج، ولكن هي دي عادة النادي الاهلي كل 3 ايام ماتش. الاصابات يعني اصابات كتيره جدا عندنا الفترات الاخيره مع تلاحم مباريات، ولكن هيكون المضرور في الاخر طبعا هو منتخبنا الوطني. باذن الله الفترة الجاية تكون كلها يعني خير، يا ربنا يبعد عنا الإصابات. الإصابات عندنا مباراة مهمة جدا في أفريقيا يمكن في هذا الشهر، بإذن الله رب تعدي على خير والإصابات نقدر نعالج، خصوصا خط الدفاع اللي بيتصاب. يمكن الإصابات يمكن كتير قوي، فربنا يسهل بإذن الله ويكون اللي جاي أحسن بإذن الله. طبعا لاعب النادي الأهلي من خلفي يمكن معاك زميل أمير. تفضل تفضل. فبقول لك ربنا يكرم باذن الله، ما يكونش يكون الفتره الجايه باذن الله مفيش اصابات، كفايانا كده اصابات بقى خلاص يعني باذن الله عشان الفتره الجايه باذن الله كلها نقدر نسعد كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي والمتواجد في هذه اللحظات في استاد مختار التتش بيتابع تدريبات الفريق الاخيره استعدادا لمباراه الغد امام فريق المقاولون العرب، وان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي ولمدير فني جديد. دايما البدايات بتبقى مهمه، مباراه هتكون غايه في الصعوبه طبعا في ظل تواجد كابتن عماد النحاس مدير فني كبير بيقود فريق المقاولون العرب اللي بينافس على المراكز في المربع الذهبي، سواء بيحلم طبعا يوصل للمركز الثالث او امن تقريبا المركز الرابع. في كل الاحوال هتبقى مباراه قويه ومهمه جدا، الاهم ان احنا ان شاء الله باذن الله نتمنى النادي الاهلي يكون موفق فيها ويكون في دوافع جديده واضحه من خلال مباراه الغد على الفريق وعلى ادائه وبالتالي كمان النتيجه باذن الله تعالى. دي كانت بعض التفاصيل اللي بتخص الفريق الاول، هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات حلقتنا النهارده. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، دلوقتي جه معاد فقره مهمه من ضمن اهم الفقرات في برنامج الترند النهارده، وهي فقره ترند اونلاين، وهينضم لنا عبر سكايب الاستاذ اسامه السويسي الناقد الرياضي الكبير وصديقنا الاهلاوي. يا استاذ اسامه منورنا. نور نورك يا امير، اهلا بيك وكل مشاهدي برنامج الترند عبر شاشه البيت الكبير. بيتنا الكبير هو النادي الاهلي، اهلا بيك وكل مشاهدي برنامج الترند، البرنامج اللي بصراحه ليه مكانه خاصه عند كل الاهلاويه ومتابع دوت من خلال السوشيال ميديا. اهلا بيك يا استاذ اسامه. يعني طبعا في بعض الملفات المهمه اللي بتخص النادي الاهلي اللي حابب اتكلم فيها مع حضرتك، وبالتحديد ملف تولي مستر بيتسو موسيماني القياده الفنيه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وكيف رايت هذا القرار وهذا التعاقد؟ اسمح لي امير، مش هكرر الكلام اللي اتقال من اكتر من حد خبير وحد فني، خصوصا الناس المختصين بكره القدم، انه مدرب حافظ الاهلي وحافظ الاربع منافسين اللي هو هيدخل على مهمه صعبه جدا، دور نصف النهائي والنهائي ان شاء الله لدوري ابطال افريقيا، وان هو مش محتاج وقت لدخول الاجواء. ولكن عندي بعض النقط هحاول ان انا اركز عليهم واعمل عليهم فوكس. النقطة الأولى إن بيتسو موسيماني عاشق للأهلي، وكل ده الناس كلها لاحظته من خلال المواجهات اللي سبقت مواجهاته مع سان داونز ضد النادي الأهلي، شفنا قد إيه هو عاشق للنادي الأهلي ومتيم بحب أكبر أندية القارة، وكمان مقدر إن النادي الأهلي ده زعيم الكرة في القارة السمراء. الحاجة الثانية، إن النقطة الثانية، إن طموحات بيتسو موسيماني متواكبة تماما مع طموحات النادي الأهلي، وهي الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا. الأميرة السمراء اللي غايبة عن خزائن النادي الأهلي بقالها فترة، وإن شاء الله الحلم اخترب وبإذن الله يكون يتحقق مع واحد
عارف ادغال القاره السمراء وعارف المنافسين تماما، سواء الوداد اللي لعب معاه في دوري المجموعات وتفوق عليه وتصدر المجموعه قبل ما يخرج قدام الاهلي من الدور ربع النهائي، بالاضافه لان هو قارئ جيد للمباريات الافريقيه من خلال الخبره الطويله اللي اكتسبها من خلال 8 سنوات كان مدرب فيها لسان داونز، وتخيل انه كان لسه في عقده 4 سنين، ولولا بالظبط. العلاقات الطيبه بين النادي الاهلي وبين كل انديه القاره السمراء والتقدير الكبير اللي بتحظى بيه اداره النادي الاهلي لدى الناس دول، ما كانش تمت الموافقه بسهوله على خروجه من جنوب القاره السمراء الى اقصى القاره السمراء. هل الحاجه اللي لفتت تفضل نظر تفضل الحاجة كمان النقطة الثالثة اللي لفتت نظري ان بيتسو موسيماني ما خدش وقت لدخول الاجواء سواء عمليا او من حيث التعامل. من حيث التعامل شفنا لقطاته في مطار القاهرة والاستقبال الحافل الحميم الحار من جماهير النادي الاهلي ومن الناس، ولفتت نظري لقطة مهمة جدا لما استقبل مشجع الاهلي محبوب الاهلوية امح الدولي يلا وخده بالاحضان، ولما قال له امح حبيبي قال له الحمد لله، طمني عليك قال له الحمد لله باللغة العربية، واخد بالك. تمام الحاجة التانية ان الراجل وصل من مطار القاهرة الى النادي الاهلي، اجتمع مع كابتن محمود الخطيب ومع لجنة التخطيط، ثم اجتمع مع اللعيبة، ثم شاف وحدة التدريب المتطورة جدا والحديثة اللي موجودة في النادي الاهلي، ثم نزل الملعب مختار التتش والتدريب. الراجل جاي يشتغل، فالراجل داخل الاجواء بسرعة رهيبة جدا ومقدر حجم الشعبية والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه. لك أن تتخيل، طالما احنا في برنامج الترند، لك أن تتخيل أن حساب الراجل على تويتر قفز قفزة عدى رهيبة من خلاص. ساعة من ساعة، يعني بص 100 ألف متابع خلال ساعات، 100 ألف بالظبط، متابع خلال ساعات، هي وده دي اللي قيمة النادي بيعبر عن الأهلي ومدى جماهيريته في جميع أنحاء القارة وفي العالم كله، مش بس في مصر كمان يعني. والدليل على كلامك يا أمير، الدليل على كلامك الكلمة اللي قالها رئيس جنوب أفريقيا، بالظبط. لما رئيس دولة كبيرة متقدمة متطورة زي جنوب أفريقيا يقول إن تعيين بيتسو موسيماني المدرب الجنوب أفريقي للنادي الأهلي أكبر أندية القارة، ده انتصار عظيم لكل أفريقي. شوف قد إيه ردة الفعل، ده بخلاف طبعا ردة الفعل في وسائل الإعلام الأفريقية بشكل عام اللي تابعتها من خلال بالظبط. أصدقائي المنتشرين في القارة السمراء، حاجة تفرح، بالإضافة لردة فعل الشارع في جنوب أفريقيا، وبالتالي ده بيوضح لك قد إيه قيمة النادي الأهلي مش بس في الرياضة ومش بس في المجتمع، ولكن النادي الأهلي كقوة سياسية ناعمة كبيرة في القارة السمراء. تتوقع انسجام فني سريع ما بين موسيماني واللاعبين خلال فترة قريبة جدا وقبل مباراتي الوداد؟ والله شوف النظرة الأولى بتعبر عن ذلك، النظرة الأولى واللقاء الأول بينه وبين لاعيبة النادي الأهلي في وجود كابتن محمود الخطيب ووجود أعضاء لجنة التخطيط للكرة كانت واضح إن هي ليها بصمات وردة فعل متميزة. المهم في الموضوع والمهم هنا جدا إن إحنا نتمنى له التوفيق، بإذن الله المسألة مش بإذن الله. سهلة علشان الوقت ضيق جدا، الوقت ضيق جدا، والأهلي عنده غيابات كتير، فبالتالي إحنا كل اللي نتمناه إن إحنا نتمنى له التوفيق. الأهلي عمل اتخذ خد بالأسباب، بالظبط. الأهلي خد بالأسباب، جاب المدرب الأنسب والمدرب اللي يليق بالفترة دي وتعاقد معاه واداله كافة الصلاحيات، واحنا عارفين النادي الاهلي عمره ما بيتدخل في شغل المدربين، بل بالعكس بيوفر لهم كل الاحتياجات والمناخ الصحي، وده يؤكد كمان ان النادي الاهلي نادي مش بيترك حاجة للصدفة، علشان دي مهم، نقطة مهمة جدا، أكيد نقطة مهمة جدا، ان أكيد النادي الاهلي واضح من خلال الايام الاخيرة السويسري ريني فايلر انه ما كانش مركز، فعلا. واضح ان هو ما كانش شغال زي ما كان قبل فتره كورونا، فبالتالي النادي الاهلي ما بتركش حاجه للصدفه، بالتالي النادي الاهلي اخذ احتياطاته، عمل مفاوضات مع اكثر من مدرب ودرس الملف بتاع فريق الكره بالنادي الاهلي والاحتياجات في الفتره الحاليه تحديدا الفتره الحاليه، وتم التعاقد بسرعه رهيبه، لان النادي الاهلي عمره عمر النادي الاهلي ما هيقعد يتحايل على مدرب ولا يقول له اقعد معانا شهر كمان ولا كمل افريقيا ولا نشوف النادي اللي أكيد أكيد بيفاوضك أكيد. ونتفق معاه، والكلام اللي احنا ده هو مش الأهلي اسلوب أحس احترافي. برغبة المدرب في الرحيل، فبالتالي بناء على كده اشتغل وتعاقد مع مستر بيتسو موسيماني. والجميل كمان في التعاقد ده إن تم استئذان رئيس فريق سان داونز قبل التفاوض حتى مع المدير الفني، ودي حاجة تحترم أكيد من الكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي يعني.
وده اللي اكده بيتسو موسيمياني، بالظبط وده اللي اكدته كل وسائل الاعلام في بالظبط القاره السمراء، والنادي بالظبط الاهلي بيطبق تملي شعار الاهلي فوق الجميع، بالظبط. انا دستورنا بشكرك، داخل الكيان. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ اسامه، نورتنا وشرفتنا، وكانت مداخله مهمه جدا مع الاستاذ اسامه السويسي الناقد الرياضي الكبير، واتكلمنا بخصوص طبعا تعاقد النادي الاهلي مع مستر بيتسو موسيماني. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح للترند العالمي ونشوف ايه ابرز الامور العالميه وعلى الساحه الاوروبيه والانجليزيه كمان تحديدا. نبتدي بحساب الديلي ميل على تويتر، واللي بيقول ان مواجهه استون فيلا وليفربول سيشاهدها كل المصريين بسبب مشاركه تريزيجيه وصلاح، واحتمال كمان محمد يشارك. اعتقد محمد لحد دلوقتي ما لعبش ولا دقيقه في بطوله الدوري الانجليزي، دايما متواجد على دكه البدلاء، لكن اللي بيشارك بصفه اساسيه في صفوف استون فيلا هو تريزيجيه، وبيأدي بشكل كويس، بالاضافه طبعا لنجمنا الكبير محمد صلاح. فاكيد هنتابع هذه المباراه اللي هتكون بكره الساعه 9 الا ربع على ما اتذكر بتوقيت القاهره. حساب في الجول على تويتر بيقول ان تريزيجيه ليه تصريحات قبل مواجهه صلاح، بيقول بيوم خاص في بلدنا وابو تريكه بيوصينا بالمصريين. طبعا ابو تريكه احد النجوم الاساطير طبعا في تاريخ الكره المصريه وتاريخ النادي الاهلي، ودايما هو على تواصل مع ابناء النادي الاهلي وابناء الكره المصريه في اوروبا، سواء تريزيجيه او محمد صلاح. واكيد هو هيكون يوم خاص بالنسبه للمصريين، مباراه الغد ما بين تريزيجيه وايضا محمد صلاح. دي كانت ابرز الامور العالميه. خلينا سريعا ناخد تفاعل حضراتكم على صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر وانستجرام، وكانت الرسائل حضراتكم عباره عن ايه لمستر بيتسو موسيماني. نبتدي بمحمود الصافي، وقال لموسيماني اشتغل واجتهد وخلي الرد يكون من خلال الملعب، واحنا كجمهور نثق بك وباللاعبين وستنجح باذن الله تعالى. عبد المنعم عماد قال كمان كل الدعم ليك مستر بيتسو، وان شاء الله افريقيا للاهلي باذن الله باذن الله. فكري محمد قال بالتوفيق يا مستر موسيماني، جمهور الاهلي في ظهرك وسندك وشد حيلك. طبعا الكل في ظهر مستر بيتسو موسيماني. عصام سعد الدين قال ان شاء الله واثقين في الله ثم موسيماني انه يغير اشياء كانت بعيده عن الاهلي لفتره وجيزه. معاك ان شاء الله بطولاتنا تزيد، معاك الاهلي يفضل حديد، ومعاك ان شاء الله تقرب البعيد باذن الله. علاء زيدان قال بالتوفيق ان شاء الله واهلا بك في اعظم نادي في الكون. اخيرا محمد العربي قال اللي يقدر الاهلي يتشال على الراس، واحنا كجمهور املنا فيك كبير بعد ربنا. ويلكم تو ايجيبت. دي كانت بعض تفاعلات جمهور الاهلي على السوشيال ميديا ورسائلهم لمستر بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد، واللي مع نهاية حلقتنا أكيد بنتمنى له كل التوفيق خلال المرحلة الهامة جدا المقبلة، سواء في متبقى من مباريات في بطولة الدوري العام أو بالتحديد في التحدي الأهم وهو التحدي الأفريقي من خلال مواجهتي الوداد. ومن ثم بإذن الله عندنا ثقة كبيرة جدا في مستر موسيماني وكمان في لاعبي النادي الأهلي في التأهل للنهائي والفوز بهذه البطولة الغالية لكل جماهير النادي الأهلي. دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند، بكرة حلقة جديدة وأخبار جديدة متنوعة عن النادي الأهلي، استنونا. إلى اللقاء.